مش عارف الناس بقية الناس دخلت ولا ما دخلت، كلهم بيقولوا احنا داخلين. انا هقفل يا دكتور من جوه الكمبيوتر، وهفتح مع حضرتك من جوه الموبايل عشان الكاميرا بس. ماشي حبيبي، هو مفيش انا وانت بس، لكن انا مش هدي المحاضره النهارده الا اختصار كده على اساس المحاضره تعرف. تمام يا دكتور، قبل ما الثلاث الجاي ان شاء الله نتواصل مع بعض في اول محاضره لينا. في واحد ثاني دخل اهو، هاني اعتقد، هدير دخلت. ايوه يا دكتور حضرتك. تمام هدير حسام، ايوه يا دكتور هدير حسام مع حضرتك. ايوه ومحمود السيد مع حضرتك. تبعت لي ايميل يا هدير. حاضر يا دكتور، ثواني هفتح الكاميرا. لو مش قاعده ما تفتحيش، مش مشكله. لو مش جاهزة ما تفتحيش، مش مشكلة. مع حضرتك يا دكتور. ماشي يا هدير، احنا اعتقد عددنا 5. انا كتبتهم عندكم على الواتس جروب، محمود السيد ومحمود وهدير هو دكتور محمود واحد بس. انا محمود واحد، مش هو. انا كنت بحاول ادخل بالايميل الثاني وما رضيش يدخل، فعشان كده بعت الثاني. هو نفس اللي حصل برضه، ان الايميل بتاع الاكاديميه عندنا ما دخلش. اللي دخل الجيميل عادي. انا كنت طبعا كنت قايل لكم قبل كده تحاول تخشوا على يكون عندكم هاب ميل مايكروسوفت ميل، لكن بدل دخل خلاص مفيش مشكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكورس بتاعنا زي ما انتم عارفين اوبريتنج سيستم، نظام التشغيل. الكورس ده بما انكم واخدين بكالوريوس هندسه حاسبات فاكيد خدتوه في الاندر جراد، اكيد يعني. تمام حصل ده صح. احنا ان شاء الله هناخد اوبريتنج سيستم، هنراجع بسرعه جدا على اللي انتوا خدتوه قبل كده، وهنحاول ناخد مواضيع متقدمه شويه في الاوبريتنج سيستم. زي يعني مش عايز اقول زي ايه، لكن الماتيريال اللي موجوده كتيره جدا 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 لا يحكمنا بيها الوقت، وممكن اشرح ماتيريال كثيره، لكن لما نيجي نتكلم على الامتحان انا وانت هنختصر الامتحان. المحاضرات كلها ان شاء الله هتتسجل بحيث انتوا تقدروا تراجعوها في اي وقت. الكتاب بتاعنا سامعيني كده؟
حضرتك يا دكتور صوت واضح تمام. الكتاب بتاعنا كتاب مشهور جدا 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 جدا، ومن اكثر الكتب اللي طبعت ليها اديشن. احنا وصلنا دلوقتي للاديشن العشرة، كتاب بتاع سيلبر شواتز، ابراهام سيلبر شواتز وجولدن، والثالث الاوثر الثالث انا مش عارف ناسي اسمه يعني. فكرت له اسامي الثلاثة موجودة على كل سلايد من السلايد، يعني هي مش تبع السلايد بتاعته. السلايد بتاعته انا هرفعها لكم وارفع لكم اكسرسايز والتمارين على الكلاس ريكفري بتاعت مايكروسوفت. الكتاب ده اقول لكم الطبعة العشرة منه، يعني بيعتبروه الكتاب دوت هو يعني ابو الاوبريتنج سيستم تقريبا تقريبا. قريت كده مثلا في 10 جامعات امريكية ولا حاجة، ما لقيتش كتاب غير الكتاب ده موجود، يعني فده التكست بوك الرئيسي اللي موجود يعني. ما اعرفش الكتاب ده انت عارفينه ولا لا، الكتاب ده مرسوم عليه تمساح، يعني مرسوم عليه ديناصور. سوري فهمت بي؟ لا انا مش فاكره المره غريب منه للاسف. الكتاب ده مرسوم عليه ديناصور. امال في الاكاديميه بتستخدموا كتاب ايه يا هدير؟ انا خدتها مع دكتور غير اللي محمود درس معاه يعني، بس انا مش فاكره بصراحه اسم المرجع. كان الدكتور بيكلمك على الـ على الـ على في الاكاديميه. الأكاديمية دكتور هم يعني الدكاترة بيستخدموا مراجع بس هم بينزلوا كتب بأساميهم يعني بيقتبسوا كده من المرجع ويحطوها في الكتاب. بس الكلام ده اتلغى بأمر وزارة التعليم العالي. معلم هدي بتشتغل في الأكاديمية المودرن أكاديمي مش كده؟ يا دكتور. ومحمود برضو في نفس المكان ده، الأكاديمية الحديثة هندسة حاسب. وهي هدير في علوم حاسب؟ لا في الأكاديمية معايا برضه. احنا في نفس الكلية. نفس الكلية. طيب الكتاب بتاعنا ده طبعا يعني لو درسته هيبقى مرجع ليك طول عمرك، ويعني من اول اعتقد الاديشن السابعة اضيفت الكتاب مواضيع جديدة خالص، يعني مثلا بدأ يتكلم على الكلاود، بدأ يتكلم على الموبايل اوبريتنج سيستم زي الاندرويد زي الاي او اس، اضاف له شابترز كمان على البروتكشن والسكيورتي. يعني كتاب الحقيقه بيتحدث اول باول، لانه زي ما قلت عليه طلب جامد جدا جدا جدا. يعني انت متخيل قد ايه ان عدد طبعات الكتاب تبقى 10 طبعات؟ طبعا كتير قوي مش كده. يعني اعتقد الراجل بقى مليونير من الكتاب ده بس يعني. هو ده يعني نتكلم على الامتحان لما يجي اول الامتحان بعدين، لكن مش هنتكلم على الامتحان دلوقتي. خلونا نتكلم بس على العلم الاول وعلى الماتيريال اللي المفروض نعرفها. حتى لو كنت مسجل في موضوع مختلف عن الاوبن سيستم او حتى مش قريب منه، لكن بما انك على اقل الاثنين اللي قدامي دول شغالين في عمل اكاديمي، فبالتاكيد الكتاب هينفعهم قوي قوي قوي، والماده دي بتنفعهم قوي 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 قوي. انا اسمي هاني حرب، دكتور هاني حرب. كنت غبت عن الكليه بتاعتي ياخد من 10 سنين، لكن انا كنت رئيس القسم هناك، كنت مسؤول عن التنسيق الثانوية الأزهرية وجزء من الثانوية العامة لمدة 10 سنين. في نفس الوقت كنت مدير وحدة النظم والشبكات، وحدة الشبكات والنظم حاجة كده في جامعة الأزهر. رحت الإمارات، كنت ماسك زي عين كلية كده في جامعة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي الجامعة الحكومية الوحيدة الموجودين في العين، دي الجامعة الحكومية الوحيدة يعني. كنت عارفين مستوى التعليم متقدم قوي قوي في الامارات يعني، ورجعنا نقول ان هم بيحاولوا يمسكوا النجوم يعني. وبعدين لما جيت مصر قعدت مده ماسك تنسيق
الازهر زي ما قلت، وفي نفس الوقت نفس كويس قسم بتاعنا سبته مرتين. وبعدين رحت جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، ما اعرفش تعرفوها ولا لا؟ اعرفها. كنت انا عميل الكليه لمده 6 سنين. خلصت ثانويه العرب بتاعتي، فرجعت واستقريت، وان شاء الله مستقر بقى في جامعه حضرت باذن الله. جامعة مصر فيها كلية هندسة، فيها قسم هندسة الحاسبات، لكن قسم صغير قوي، عدد الطلاب 20 طالب فقط، مش عارف ايه السبب. وبعد ذلك انا مسكت عميد كلية الحاسبات اللي بيسموها تكنولوجيا المعلومات، حاسبات والنظم والذكاء الاصطناعي. زي ما قلت، على مدار 6 سنوات وعندنا كورسات زي أي كلية حاسبات، ومن ضمنها الأوبريتنج سيستم، ومن ضمنها الكومبايلر، ومن ضمنها الإي آي، ومن ضمنها المادة اسمها سيلكتيف كوبيت، مواضيع مختارة أنا كنت بدرسها الحقيقة، ومن ترم لترم كنت بغير المخرج. مرة درستها إمبيدد سيستم، مرة درستها كلاود، مرة درستها داتا ساينس، مرة درستها ماشين ليرنينج. وأنا في نفس الوقت الكورس بتاعتي ده، أنا عندي كورس ليه كمان بارلل، وهو التطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهمشيها ماشين ليرنينج. الأوبريتنج سيستم هو يعني اختصارها كده بسيط قوي، هو ريسورس مانجر، مدير الموارد. ايه المقصود بالموارد؟ المقصود بالموارد هو كل شيء في الكمبيوتر، الهاردوير، البرامج، الداتا، هو ده البرينترز مثلا اللي هي الديفايس، الميموري. فهو يعني ايه المقصود بالاداره؟ الإدارة، وطبعا انت عارف السيستم اللي عامله عشان يسهل استخدام الكمبيوتر بالنسبه للإنسان. الإنسان بيستخدم الكمبيوتر عشان يحل مشكلة، عشان يحل برامج، عشان ده يجري برامج. اللي بيساعدك تجرية البرامج دي اللي هو الأوبريتنج سيستم. البرنامج بتاعك عايز برينتر، اللي بيديله برينتر هو الأوبريتنج سيستم. اللي بيديله بيسمح له ان هو يخلق فاير على الهارد ديسك هو الأوبريتنج سيستم. اللي بتيجي تمسح فايل، خلق فايل، كريت فايل، برضو عن طريق الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم من ضمن اعماله ان هو بيخليك يعني بكل حاجه في الكمبيوتر، فايل او جهاز، بيتاكد ان انت له حق استخدام هذا الجهاز. في ناس بيكون ليها الحق الاستخدام، وفي ناس بيكون ليها حق الاستخدام. ده اللي هي بتسميها البروتكشن او الاكسس ليست. فان شاء الله كل ده هنتعرض ليه واحنا ماشيين بالتفاصيل. الكتاب شرحي كله هيكون على السلايد اللي انا هنزلها، والسلايد دي مش انا اللي عاملها، يبقى مانع علميه، اللي عاملها هو المؤلفين الموجودين. تاكد ان انت السلايد بتاعه الايديشن 10، الايديشن 10. انا متخيل طبعا بالتاكيد مش هتلاقي إديشن 10 بتاع الكتاب دوت، طبعا 10 يعني، مش هتلاقيها موجودة ببلاش على الإنترنت. اللي يعرف يمكن يجيبها، في جماعة الصينيين بيعرفوا يجيبوا الكتب دي في السوق أو ينزلوها وبتاع، يبقى حاجة عظيمة جدا. اللي يعرف يجيبها لو سمحت يبعتها لي، أنا عندي كتاب بس النسخة النسخة الكاملة أو الكسرة. تمام. اللي يعرف يجيب النسخة العشرة يبقى شيء رائع يعني. وأعتقد لو وصلت إلى هندسة عين شمس هتلاقي فراش اسمه عم محسن، عبد المحسن. ولو وصلت إلى هندسة القاهرة هتلاقي في واحد اسمه ممكن يجي كل اختفت يعني عم سعد. لكن انا متاكد ان هندسه القاهره عندها كتب كتيره جدا بتتصرف على الكمبيوتر،
وهتلاقي كتاب جنبه ممكن تلاقي النسخة العشرة، فلو لقيتها جديدة في القاهرة يعني ولاها يقول لي أنا إن أنا عايز أحصل على النسخة العشرة فيها متصورة إن شاء الله أشتريها نسخة مصرية مناسبة غالية جدا حد يكلمني دولار. طيب يعني أنا مش هقول أكثر من كده النهاردة. اتكلمنا على الكتاب، اتكلمنا على الجريد موبايل، عارفين الجريد موبايل خط كفط جريد كرسي في الجامعة الأزهر قبل كده. أنا مش سامع دكتور حضرتك قلت إيه؟ خدت كورسات دراسات عليا في جامعة الأزهر قبل كده، أعتقد أنا عارف إن دي أيوة دي السنة الثانية مظبوط صح؟ دي السنة الثانية. دي السنة الثانية. عندكم كم الدرجة الامتحان من كام؟ من 100؟ يعني المجموع كله من 100، كم عمل سنة وكم تحريري؟ 60 و40؟ لا هو ما كانش يوضح لنا الموضوع دوت في المواد اللي فاتت يعني. لا أنا هوضح لكم بس لما أتأكد أقول لك إن أعتقد 60 و40، وهنتكلم أعمال السنة. بالتأكيد انتم ما تقدروش ان الدرجة كلها تبقى على الفاينل الجامعة من 100، يعني لازم عشان حتى نساعدكم ولا حاجة يبقى لازم يكون في عمل سنة ونديكم جزء من عمل السنة في امتحان منتصف او امتحان يعني كوزات ونطلب منكم بعض الاساينمنت علشان دي نوع من انواع المساعدة، لانك انت لما تلاقي الحمل كله على الفاينل الجامعة بيبقى فيها ريسك شويه. عايزكم ما تقلقوش خالص ولا حاجه، انا من النوع السهل قوي يعني وبيسموني ايدي شرطه في الدرجات يعني. ما تقلقوش في الحته دي، اهم حاجه ان احنا نفهم ونتعلم، لان انا كده شايف ان الكورس ده مهم جدا 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 عشان تفهم الكمبيوتر، خصوصا اللي كنت الاثنين انك انت مش عارف تكون شغال في مجال الكمبيوتر وما تعرفش الاكاديمي سيستم يعني ايه، ولو خصوصا لو اشتغلت في مجال اكاديمي 100% الكورس دوت هتشتغل عليه معيد وهتشتغل عليه دكتور بعد كده ان شاء الله لما تبقى دكتور، ومحتاجين الكورس دوت انت بالذات يعني. لو في اسئله اتفضل. تمام شكرا دكتور، يعني ان شاء الله يكون ترم في علم ننتفع به يعني. ان شاء الله اشوفك على خير ان شاء الله، وان شاء الله المره الجايه نشتغل على السلايد. هو بس يا دكتور الميعاد بتاعنا هيبقى كل يوم 3 الساعه. والله لحد اللحظه دي يعني هو يعني طبعا الميعاد الاساسي بتاعنا 3 حلو. إذا ما كانش إذا أحد الثلاثات أنا مشغول فهنديها الثلاث بعد الظهر. هو بس في مشكلة بعد الظهر دكتور، عشان إحنا في الأكاديمية وساعات العمل يعني، بس اللي هو بيبقى من الساعة 9 إلا ربع لحد الساعة 3:30. لا أنا لو وديتها هنديها مثلا 6-7 ما فيش مشكلة. يعني هو يا ريت يعني. هبعد عن من 9-3. خلاص تمام. انتوا ايه اجازاتكم؟ سبت وحد وانا سبت وجمعه طبعا اكيد الجمعه ده اكيد. وانت يا هدير سبت وثلاث وجمعه برضه سبت وثلاث يعني انا ما عنديش مشكله في الثلاث بس ممكن ايوه قولي يا هدير اقصد ان بقيه الناس هتبقى عندها مشكله في يوم الثلاث، لان هم يعني كان في جروب كده متجمعين احنا عليه من غير دكاتره كان كله شغال وكله عنده ازمه مع المواعيد بتاعه المحاضرات في كل المقررات بس مش بس الاوبريتنج سيستم. ممكن نديها السبت تمام مثلا من 8 ل 10 بالليل. لا صبح تمام برضه مفيش مشاكل. انت فاضي؟ تمام مفيش ازمه.
انا عندي محاضرتين، محاضره تطبيق سيستم ومحاضره تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فممكن نخلي واحده هنتكلم عليها على كل واحد نشوف نشوف اراء الناس. لكن مبدئيا دلوقتي هدي المحاضره بتاعتي يوم الاحد عشان ما حدش يتنكت ويقول ان الدكتور غير الميعاد. لا ما تمام، الثلاث اللي جاي هيكون ميعادنا خلاص تمام، من 9 من 9 ممكن تحضروها في البودرز اكاديمي مفيش مشكله، لحد ما نتفق ان الميعاد ده مش مناسب قوي، فاقول لكم خلاص نخليها مثلا من 9 ل 10 على 10 ونص يوم السبت. هي برضه هتبقى مسجله يا دكتور عشان لو حصل انها ما عرفتهاش في الجامعه، فلو كده جميع محاضرات مشتركه ان شاء الله. تمام ماشي حبيبي، ماشي ماشي ماشي.